جاري اعمال الاختبار والتشغيل التجريبي لكل الصوامع في مجال الامداد بالمياه. تم تكليف الهيئه الهندسيه بتنفيذ 52 مشروع في مجال الامداد بالمياه. تم الانتهاء من تنفيذ 38 مشروع، منها 23 مشروع لمحطات تحليه مياه البحر فقط باجمالي 83,000 متر مكعب في اليوم. دي المرحله الاولى من سرابيوم، ودي محطات تحليه مياه البحر سواء في اليسر بالغردقه او في مدينه الجلود بالروبيكي. مطروح فين يا في مجال؟ ارجع تاني يا فندم. مطروح فين؟ مطروح يا فندم في ستك اللي هيتفتح النهارده، فاحنا ما بنحطوش فيه. طب تمام. اللي جاري. طب تمام.